أجمل تحية لكم مشاهدينا الأعزاء، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامجكم رياضيون بلدي. يسرنا أن يكون ضيوف هذه الحلقة مدرب المنتخب السوري وفريق الجيش العربي السوري في الملاكمة الكابتن حسين غصون، ولاعبيه أيضا أبطال الجمهورية الكابتن أحمد بدور وكذلك الكابتن مضر حمدان. أهلا وسهلا فيك كابتن حسين. أهلا وسهلا أستاذ، وشكرا مرة ثانية وثالثة وكل مرة على إذاعة أوفرت. تشرفت كابتن. أهلا وسهلا فيك كابتن أحمد. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا كابتن مضر. أهلا وسهلا فيك. تحياتنا لكم جميعا. كابتن حسين، منبلش من عندك، ما شاء الله يعني مستقبلك كل مرة في بطل جديد، ولا مرة عم يتكرر بطل مشان ما حدا يعلق، إنه في استقبالات كثيرة، فكل مرة عنا بطل أو أكثر من بطل جديد ما شاء الله على ساحة الملاكمة السورية وحتى خارج الملاكمة السورية، مشاركات خارجية أيضا. كابتن حسين، أول شيء الحمد لله على السلامة، كنت في دمشق وجيت. الله يسلمك أستاذ وشكرا لك. نحن دائما لازم يولد عنا أكثر من بطل ببلدنا سوريا، ولازم يكون عنا أبطال بكل الألعاب ونرفع علم سوريا بكل 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 مكان. احكي لنا عن سفرتك كابتن، هي بخصوص الملاكمة طبعا كانت إلى دمشق، شو كان موضوع السفرة؟ رحنا كان عنا مؤتمر لنادي جيش، مؤتمر سنوي، نشوفها شو في ثغرات، شو في شغلات. العميد ياسر شاهين هو كان، وسيادة اللواء موفق جمعة هو كان حضور، لأنه هو ابن النادي اللواء. سيادة اللواء هو القمة في الرياضة في سوريا. نعم. الاجتماع كان بخصوص نقاش موضوع الملاكمة ولا أغلب الألعاب؟ لا، الألعاب كلها تقريبا، الألعاب كلها. نعم. شو في ثغرات، شو في شغلات يرمموا، يعني تترمم هاي الشغلة. إدارة نادي الجيش كابتن، كيف كان رضاها عن إنجازات فريق الجيش في الملاكمة؟ إذا حددنا موضوع الملاكمة، يعني فينا نحكي عن جميع الألعاب في نادي الجيش وواجهة الرياضة السورية، بكل فخر نقول ذلك. على صعيد الملاكمة، شو فينا نحكي عن موضوع الملاكمة ورضا الإدارة عن إنجازات الملاكمة الأخيرة في نادي الجيش؟ نحن فينا نقول إنه نادي الجيش هو الممثل تقريبا الأول للمنتخب الوطني. نعم. لأنه أكثر لاعبة نادي الجيش هن من المنتخب الوطني. ولاعيبة نادي الجيش عم بيردف لاعبين للمنتخب بشكل قوي داخليا وخارجيا. نعم. حتى في لاعبين في نادي الجيش ايضا من هون، من عندنا من اللاذقية، عم يشاركوا. نعم. باسم نادي الجيش. نعم. ممكن اكثر من لاعب موجود. هو نحن موجود في عندنا بعين شرقيه، مركز عين شرقيه اللي هو تابع لنادي الجيش وتابع للاذقية نفس الوقت، انا بلدي اللاذقية كمان، موجود فيها تقريبا 3/4 المنتخب. نعم. وبالناشئين تقريبا نفس الشيء، وبالاشبال يعني الكل تقريبا بالاشبال. الانطباع السائد حاليا في اداره النادي عن الملاكمه كان توقع الارجح ايجابي، يعني عنده نمبر 1 الملاكمه. نعم. نعم. يعني نتائجنا بواسطه بتعرف اللاعبين الناشئين اللي طلعوا بالاولمبياد هاي، يعني جابوا ذهب لعيبتي وجابوا فضه الحمد لله، ونتيجه المثابره والجهد. أكيد يعني أكيد. ودائما في محبه بين اللاعب والمدرب. نعم. فبيوصل الواحد للقمه يعني ان شاء. نعم. الله. اللاعبين، وطالما دخلنا بموضوع اللاعبين، كابتن احمد شو كان عمرك انت وقت اللي بلشت الملاكمه؟ بلشت من عمر صغير، كان عمري 11 سنه. 11 سنه، يعني هلا قديش كم سنه صار لك؟ سنه عم لعب 9 سنين. ودائما عند المدرب ابن حسين غصون. طيب شو كان هيك لفت نظرك باسلوب تدريب الكابتن حسين؟ اسلوب انه دائما اسلوب جديد. التمارين اللي بيعطيناها جديده بتفيدنا. المثابره دائما على التدريب صباحي مسائي مشان نوصل لانصير ابطال. في حدا غيرك بالعائله كمان بالملاكمه؟ في انا وفي اخي كمان علي بدور، حصل على بطوله الجمهوريه. كمان بطل جمهوريه ما شاء الله. اكبر منك علي؟ اكبر مني جامعه. يعني شو ساعدك هو بهذا الموضوع؟ ساعدني وعطاني شويه معنويات، مشان انه اعطاني معنويات وطرق التدريب الاضافي لمدربنا. شو بيأثر موضوع القصه اذا سميناها قصه عائليه لهو واخوه كمان كابتن حسين، وانت خير من يعلم بهذا الموضوع؟ انا بعتبر كل سوريا عائلتي تقريبا. في شغله عندي لاعب انا سعد العلي، هو طالب كليه التربيه الرياضيه
من الحسكي لاعب، فالان انا بدي العب بطوله جمهوريه رجال يعني. انا اي لاعب عندي مستعد اتبناه واعمله شغله يعني خلال فتره قصيره بتلهي على هذا الموضوع ان شاء الله. ان شاء الله كمان الكابتن مضار كيف كان كمان سابق للملاكمة؟ بأي عمر كان؟ بعمر 11 سنة، بعمر صغير. نفس الشيء مثل أحمد. أيوة. مدربنا ما في منه باللعب. صح كان يقسى علينا بس استفدنا منه. وبعدين عندي أخوي كمان شاب جاب تاني على الجمهورية. كمان أخوك كمان. كمان الكابتن حسين. الكابتن حسين مدربه وكمان كانوا يساعدوا كمان حسين. محمد غصون، محمد سومر، نعم. وسومر غصون محمد بطل عالم، سومر بطل آسيا وبطل العرب، وأحمد بطل كمان عالم. يعني أنت بالنسبة لك شفت أنه موضوع وجود الكابتن حسين ما شاء الله، طبعا هو اسمه غني عن التعريف، كمان التانيين محمد وسومر، يعني هذا الموضوع شجعك أنه أنت شجعني كتير. طيب عم تقول انه في اسلوب التدريب لفت نظري كلمه انه في نوع من القسوه، باي شكل هذه القسوه؟ انه يعطينا تمارين قويه مشان جسمنا يعني، عرفت، ومشان نستفاد بالحلبي. ووقت طلعنا على الحلبي كانه عم نلعب مع يعني انه كنا انه ما واثقين من نفسي. يعني انت طلعت على الحلبي عم تلعب ظروف مباراه كامله وليس انه تسلاي او واثق من نفسي كمان لانه الاستاذ كان يلعبنا بين بعض بالنادي. نعم نعم. شو كابتن حسين القسوي؟ هلا بعرف انا بمعاملة ابوية هو حكى هيك، القسوي باي اتجاه؟ يعني اذا مثلا هو ما جاهز او مو كتير بالفورمة كما يقولون، كيف القسوي؟ هو اكيد هلا بده يعني شوي انا بلومه يعني، ما انا اب يعني. نعم. برجع. نعم. بس انا بلومه للاعب انه مثلا ليش غايب، ليش كذا، بيعرف انه انا بجوز ما احكي معه شوي اتركه هيك كذا حتى هو يحس بحاله انه هو غلطان. نعم. بعدين بيعرف ليش هو لازم يعرف. هلا بالحالة هي أثناء تقصيره مثلا بالتدريب أو هيك؟ إنه مثلا ما حضر تمرين، ليش ما حضر؟ مشان شو؟ يعني ليش ما يحضر تمرين؟ مشان شو يعني؟ التمرين عم بيروح، عم بيروح كمان منه فرص كتير يعني. صحيح. هلا عم نشوف لقطات كابتن حسين، هدول بعمر أصغر شايف أنا ما شاء الله كمان، يعني عندك مجموعة مختلفة بالأعمار لكل الأجيال يعني موجودين. هدول براعم، براعم هدول. نعم نعم. وشفنا كمان الشباب التانيين، كمان شفنا سومر ومحمد كمان عم يساعدوك بالموضوع التدريب. ايه بالضبط. نعم. هلا لما سومر محمد خبره كمان يعني صاروا، انا واحد عم يلعب بطوله عالم اكيد خبرته وسيعه. صحيح صحيح. او بطل اسيا او بطل عرب يعني بيكون فهمان شو رضاع الملاكم رضاع. نعم. هلا هذول رضوا الملاكم رضاع. نعم. لاعب لاعب صغير افضل من يكون كبير يعني يجي الكبير خلاص مشي حاله يعني. ما بقى لعبه الملاكمه بده صغير عمر دائما. نعم. طيب هلا اثنين الشباب الاثنين احمد ومضار بلشوا بال11 عام يعني. الشباب الثاني ما شاء الله الابطال اولادك بلشوا بعمر اصغر؟ لا والله انا بلشوا من يمكن من يوم ما كانوا عم يرضعوا. نعم. يعني سام ملاكم هلا سام تعتبره؟ ايه طبعا ملاكم مشاكس كمان. نعم. هلا هو الواحد لانه بعيله رياضيه فبكون مقلد لأخواته، مقلد لأبوه. نعم. تعال ولا صغير ده بيحمل قفاز بيحمل نفس الشيء كانوا صغار يعني. أنا كل لعبتي بتلاقيهم أنا بعمل لهم معسكر. عم شوف من خلال اللعب عم شوف هذاك الصغير بتوقع ما عمره أكتر من 7-8 سنين، أصغر واحد لابس أخضر بعمر 7 أو 8 يعني صف تاني تالت بدي يكون ايه هيك يعني. لا هذاك الصغير صف تاني. صف تاني. صف تاني كوميت اسمه، لاعب حلو وله مستقبل حلو. نعم. فلعبتي الصغار كلها له مستقبل حلو يعني. احنا ان شاء الله بنتمن تكون في مفرخه للابطال. هو ما شاء الله فيه موجود المفرخه لسه. بالنسبه لك هي نعمل مفرخه ثانيه. نعم. الشباب اللي كلهم ما شاء الله عم يطلع منهم ابطال، يعني انت كيف بيلفت نظرك مثلا انه جاب لك حدا ابنه لعندك، انت ممكن تصارحه للوالد او الاهل انه ما في مشروع هون انه يتطور كثير بالملاكمه، او انت ممكن يكون عندك نظره انه هذا الشخص بصير ملاكم؟ يعني كيف تحكم؟ ما في شيء ما بصير. بس ممكن واحد يستوعب شغله من اول مره، ممكن من ثاني مره، ممكن من 10 مرات، بس مصابره المدرب عليه بتخليه يصير. لانه انا ما في بدي يصير، بدي يصير يعني بشتى الوسائل، بشتى باي اسلوب، بدي باللعب، بالمزح، باي شيء يعني. نعم. بيجي دور هون الاهل بالحاله هي كمان، انه الاهل لازم يستوعبوا انه ابنهم عم ياكل ضرب، وهي ملاكمه بمحصله ما لها لعبه. هلا هو الولد صغير ما فيها الضرب القاسي يعني. نعم. الولد صغير بنكسبه رحنا خبره عقل يعني. فن عم نعطيه، عم نبرمجه شوي شوي لحتى يطلع يصير لاعب متمكن من حاله. اما تلعبه مباشره بوكس حرام يعني.
يعني ممكن يكون في تمارين ما لها علاقه بالملاكمه بدايه رحله احنا نعطيه تمارين تقويه قوه، تمارين تكوينيه يقوى جسمه، تمارين مرونه. ممكن يضل على هاي التمارين شهرين او اكثر، يعني تمارين تكوينيه بدون بوكس يعني. لا ما بصير التمارين التكوينيه ورا بعض ما بصير، بدك تعطيه قساوه تمرين، بدك تعطيه مرونه بعده تريحه. هذا لاعب بسن نمو ل 18 سنه لل 20 نمو طول العظام ونمو عرضي فيه. يعني اذا قسيت عليها للاسف في لعيبه الحديد بيلعبوا لعيبه حديد من صغار، بتلاقي اللاعب بتكبس ما بقى في طول، عم بتقصى معه غضاريف النمو. طبعا هذا اذا بلش مبكر بالحديد. بالضبط حرام. طبعا هو الحديد لابد منه باللعب. بس ولا صغير حرام يلعب حديد. ولكن ممكن يلعب ملاكمه. لانه نحن بدنا يمرن، شلون بدنا نطالعه من القصه؟ واحد بس يكبر بالعمر بصير جسمه قاسي لحاله. مزبوط. بيبدا القساوه. صحيح. ملاعب صغير بده مرونه، المرونه افضل من القوه كمان. طبعا. هلا بجيب لاعب مرن اعمل له هيك بيطوي معك، اما اجيب لاعب قاسي اعمل له هيك بينكسر. صحيح. لاعب هذا انت بدك تبرمجه كمخ كدماغ عم تشغله. نعم. مو عم تشغله بس انا كقوه وجلد وخبط، لا ما صح، يعني بده شوي شوي. وتصديق لهالحديث انه ممكن انت موضوع فعلا الذكاء او تشغيل الدماغ مثل ما حكيت، انه في انا شفت مباراه ملاكمه كانت طرطوس، كنت انا عم داوم طرطوس، كان في مباراه ملاكمه، الملاكم يلي طلع برا الحلبه بلكمه من ملاكم اخر او بدفشي، ما انا بلكمه بدفشي من ملاكم اخر، هو اللي ربح اخر شيء المباراه. هلا ممكن يكون برا الحلبه خالص كابتن، يعني وقع خارج الحلبه تماما. ممكن يكون لاعب اخذ نقط اكثر او عم يصطاد عم يقمص نقط اكثر. نحن بنشوف لاعبين اثنين عم يضربوا بعض، شوف واحد عم يضرب الثاني، بتذكر مباراه كلاي وفورمان. فورمان اول جوله لاخر جوله قتل باللاعب هذاك، اخر شيء ضربه ضربه قاضيه. ممكن هذا اللاعب اللي عم ياخذ ما مسجل له نقاط، ما عم تجي مباشره، هلأ عم تجي على الايدين. رح اقول لك مين اللاعب، هو كان نهائي وقتها بطوله الجمهوريه بطرطوس قديم شوي المباراه، كان ميسر سعد توقع كمان دربته لميسر زمان، بطل الجمهوريه بمجهود تحيه، بس اللعبه كانت أكيد موجودة بتذكرها. اللعبة كانت لياسر شيخان، ياسر شيخان بطل دولي وعطوها مشان ترضي مشان الجمهور وصارت مشكلة. كان ياسر شيخان عم يلعب مع ياسر. بالضبط. ياسر شيخان لاعب بطل، يعني هو لاعب من حلب ولاعب له، يعني الموقف اللي صار بتذكره تماما، انه ميسر صار خارج الحلبة تماما. هلا ممكن انه يتعاطب جمهور طرطوس مع هاللاعب، كان في جمهور طرطوس، يعني جمهور كبير، يعني انه هذا لاعب من طرطوس وهذا لاعب من ياسر شيخان كان عم يلعب جيش، بس لاعب من حلب لاعب بجنن يعني. بس الناس مو فهمانه بجوز البوكس، او في ناس تعاطفت معه زياده. صحيح. او صحيح. بيصير هيك يعني. صحيح. انا ما عم قلل من شان ميسر، ميسر لاعب بجنن. طيب كيف اثنين تطوروا بعد؟ انا بحكي الصح يعني. نعم متعلمين لهالصراحه دائما. قصدي كيف تطوروا اثنين بعد هاي المباراه، وتصديقا للحديث اللي عم تحكيه، شو صار ميسر لوين وصير وياسر لوين وصير؟ ياسر شيخان بطل دولي له ميداليات لسوريا منيحه. ميسر سعد بطل محلي. نعم وبالتالي كانت يعني المباراه. انا بعرف الحكي، يعني بعرف كل شيء، انا بعرف انه لعب برا سوريا يمكن مره واحده طلع برا سوريا، بس اللي جايب ميداليات ياسر شيخان جايب ميداليات كب. هي بالاتحاد، وهي موجود البلاغات الموجوده. بلاغات من بتجي على كل لعبه يعني. طبعا هلا في يعني مستندات واوراق تثبت هذا الحديث، وبالتالي كان نعرف مسيره اثنين كل واحد لوين راح من خلال الحكي اللي عم تحكيه. بالضبط. هو ميسر هلا مدرب موهوب ومنيح، ان شاء الله بيطلع معه يعني، عنده لعيبه ان شاء الله معه يعني. ان شاء الله. كمان كابتن احمد، انت شو المشاركات اللي شاركت فيها؟ بلشت بال11 سنه، الكابتن حسين كان قريب منك، شو المشاركات اللي شاركت فيها؟ شاركت ببطوله محافظه وبطوله جمهوري وبطوله جمهوريه لبنان السنه. المحافظه باي عام كانت؟ كانت بال2010 بعتقد. كانت أول مشاركة؟ أول مشاركة. كيف كانت المشاركة بطولة المحافظة؟ كانت منيحة، بس هاي البطولة لبنان كانت أحسن بكتير. بعد بطولة المحافظة أنت أخذ بطل المحافظة وقتها؟ أخذ بطل المحافظة. أيوة. وكفينا ولعبنا حتى لبنان بطولة الأولمبياد الناشئين. بطولة الجمهورية اللي بعد المحافظة وين صارت؟ كانت باللاذقية كمان. كمان أحرزت أول؟ كمان أحرزنا أول. ممتاز. وبعدين آخر مشاركة؟ آخر مشاركة بطولة الناشئين الأولمبياد. الأولمبياد. احكي لنا عن مشاركتك بالأولمبياد الناشئين، ما شاء الله كان في عدد ضخم من الملاكمين. عدد مظبوط. كان عندنا 3 لعاب، اول لعبه كانت مع طرطوس، الثانيه مع حماه، الثالثه مع الحسكه. اول لعبه كان انه الخوف، مو قصد خوف انه من اللاعب، الرهبه اللعبه اول مره. نعم. فطلعنا لعبنا اول لعبين بفضل مدربنا حسين غصون، انتصرت وبفضل الاحتكاك اللي كنت المدرب. كنت تشوفه للكابتن حسين لك موجود. كانت دائما نسمع طول الوقت انه سمعنا مع المدرب الحركات اللي بده يعطينا اياها، لانه عنده خبره اكثر منا اكيد. ففزنا اول مباراه. ثاني يوم كان كمان عندنا لعبه مع الحموي، لاعب حما،
وانتصرنا عليه. هاي الثانية. هاي الثانية. نعم. حاسكي بعدين صارت؟ آخر لعبة كانت مع لاعب حسكي بوزن 75 كيلوغرام. وكانت اللعبة قوية جدا. بال 75 أنت ما شاء الله وزنك أقل من 75 ما هيك؟ وزني 73 تقريبا. 73 نعم. نعم. كانت آخر لعبة هي أقوى لعبة. وصار إنه احتكاك منيح آخر شيء إنه الحمد لله فزت. الحمد لله. صار هو لاعب كان قوي جدا لاعب الحسكي، لاعب الحسكي البنية اللي موجودة بالحسكي. مزبوط صحيح. بنية قوية جدا. صحيح. بنيت يعني. بس لاعب تركيزه كان خطأ اللاعب. قوي عميك. بس بدون تركيز. رجعنا على فكرتك إنه فعلا موضوع كمان موضوع ال. فهو قرص 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 ما خليته التحم معه يعني. بالضبط. والكابتن مضار احكي لنا عن مشاركاتك كمان. شاركت مثله كمان بالمحافظة جمهورية وبجمهورية. أول لعبة محافظة كانت درس إلي. نعم. يعني إنه تعلمت على أجواء ال. أخذت وقت المحافظة أخذت الأول. إيه. بس كانت جو إنه ما أخذتها مثل هاي. إنه أخذتها هل هاي أخذتها بثقة بنفس. نعم. بس نعم. هديك كان في شوية هيبة من الحلقة. البعد منا الجمهورية. الجمهورية جبنا أول برياحة إنه. هيك هيك وهيك عرفت. نعم. طيب والاخيره هاي الاولمبياد الاخيره كم مباراه لعبت؟ لعبت لعبتين. اول لعبه كانت مع حما فزت فيها برياحه انه انا طالع بثقه نفسي. نعم. وبفضل الاستاذ حسين غصون وانا عم العب كانت سمعي معه لان شو ما بيقول لي انا بلعب فوراً. هو بيكون شايف الحلقه اكثر منا تماما وبيعطينا نحن التعليمات. اخر اخر لعبه اخر لعبه كنت واثق من حالي كثير هي انه بدي افوز وطلعت بكل ثقه نفس هدوء وثقه نعم. ايوه هدوء كثير كمان نعم وجبت الحمد لله جبنا البطوله. ان شاء الله الف مبروك. هلا كابتن حسين عم نشوف وزنه 73 وفاز على وزن ال 75 كمان هذا الموضوع مهم ممكن يعني يصير عنده مرونة أكثر من وزن 75 أو 77 بس كمان إذا بدك تحسب حساب لموضوع إنه إذا ما كتير اشتغل يعني الذكاء بالمستوى المطلوب ممكن هذا كمان الضربة يأخذه بالقاضي أو هيك أستاذ ما يعني الضربة القاضي بتجي نتيجة خطأ ملاكم بس ما بتجي مثلا مع لاعب متدرب يعني قوي. هلا أنا اللاعب لضحكك شغلي أنا كان تحت الوزن تحت الوزن معناته بيخسر الوزن. أنا اللاعب الصبح وصل على الميزان تحت الوزن شروق أنا طعمي جيب له أنا حلاوة ومرملات وطعمي وشربه مي ليجي وزنه يعني ارفع له وزنه ارفع له خلال فترة قديش فيك ترجع ما في نص ساعة ساعة ارفع له وزنه أكل لأنه جسمه هو بغب لأنه جسمه ناشف جسمه ناشف بياخد دغري لأنه اللاعب غير مثلا الإنسان العادي جسمه ناشف ناشف مثل السفنجي حط السفنجي بالمي بتغب نفس الشيء هو وهذا اللي يعني تفعل ليش كيلو غرام مثلا تقريبا الكيلو ياكل يرفع له خلال شي ساعة الأكل بياخد كل شيء بالحالة هلأ السكريات ترفع الوزن نعم. سكريات والمي بس الحرق فاجأتني شوي بالحرق السريع هذا يعني انه خلال ساعة ممكن ترفع الوزن هالقيمة هلا انا عم بعطيه مثلا هلا هم نعرف مع الدكاترة بهالحالة هي انا بعطيه مثلا سكر طبيعي مثلا مرملات مثلا عم ياكلها هو بالعكس عم تعطيه طاقة هو ما في لعب بعد طاقة ايه بس رفع الوزن فورا ايه بترفع وزن السكريات ترفع الوزن هلا النشويات والسكريات هي بترفع بس مراحل استاذ حسين يعني انا قبل الهي بساعة ممكن ترفع بس لاعب الرياضة اللي جسمه ناشف بترفع بيكون اخذ له كيلو حلاوي اذا بيشرب هذا الكيلو صار كيلو جوا يعني بغض النظر حول ولا محول معلم اذا بيشرب كاس مي بيرتفع نص كيلو كاس مي لانه يعني جسمه ناشف عم بغب مي المي تنزيل الوزن بالمي اصعب من الاكل لأنه يعني بتخزن بالكلاوة المي نعم. غير الأكل الأكل بيطرحه بيروح عن بصمات بيروح يعني نعم. طيب هلا كابتن أنت قديش مسموح يعني تعطوا بنصائحكم أو توجيهاتكم على الحلبة واللاعب عم يلعب ومانو بهذا الدنيا كما يقال أنه زلمة مشغول وعم يأكل ضرب وعم يضرب وبحالة حماس كبير وأنتوا عم تنبهوا يعني قديش مسموح لكم هذا الموضوع لأي حالة هو إذا مشغول معناته هو مو صاحي هذا الحكي ما بصير يعني. لا طبعا بده يكون صاحي مليون بالمية عقل عم يشتغل كمبيوتر عم يشتغل نعم. انا عم وجهه ضرب يمين او ضرب يسار انا عم وجهه صح بعرف شو عم وجهه بس اللاعب هذا اذا مو صاحي مشكله معناته مو صاحي هذا بده يخسر انا عم حكيك او بتجي فجاه ما بتعرف الوضع بس اذا صاحي اللاعب ومدربه فهمان عم مدربه شلون عم بيوجهه نعم. يعني بيكون صح لا انا مدربي انا كنت لاعب رجال كان يوجهني اقبل توجيهاته اكيد خبرته اوسع مني كمان في شغله ثانيه احنا مو مسمح لنا
نقعد على الكرسي، مو اسمح لنا نعيط ونصرخ ونعيط يوجهوا انا ممكن الحكم يطلعني برا. هاي عم اسالك عنه انت، كيف عم توجهوا اذا مو مسموح؟ مسموح يعني ضمن الحد الاقصى يعني لا 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 الادنى يعني، يعني صوت بحيث يوصل لعنده الصوت يعني بالضبط، وليس انه عياط مثل اذا عيطنا ما بصير نعيط، احنا ما طالعين عم نعيط او هاي بدها، ولازم يفهم علي مثلا انا لما اشوف الحكم يطلع علي بسكوت انا ما بحكي بالضبط، يتم ضبط الموضوع. ممكن حكم يكون له، انا مره صارت معي حكم ما بده يعني، انا برا سوريا سمع صوتي الشلي انا برا، طلعت انا ما مش هاللعبة طلعت، مساعد مدرب ما عم يعني يشتغل ما عرف يشتغل لانه انا اذا ما طلعت بيخسر لاعبي، ليش لا بطلع وربح لاعبك البلد مو وربح لاعبك الحاله هي. هلا في اكثر من لقاء للشباب ما شاء الله الله يخليك اياهم، الاولاد ابطال عالم واسيا وكلهم، فكلهم اصروا على موضوع انت ذكرته هلا حاليا بالحديث، انه نحن بنتمنى لما بنطلع وخاصه لخارج سوريا وليس في دمشق او غير انه يكون الوالد موجود معنا. هي اخر لقاء كان لمحمد مع فانه لازم يكون موجود، يعني فعلا هذا الموضوع المعنوي كبير جدا. يعني انت لما بتشوف مثلا كابتن احمد بتشوفه جنبك بتوقع حتى لما بتشوفه بالنظر جنبك تغير معنوياتك، تغير المعنويات كلها بس نشوفه جنبنا بترتفع المعنويات كلها غير وقت ما نشوف حدا تاني. اما مدربنا المدربنا من صغرنا تفرق كتير وقت بتلاقيه جنبه. نعم، وكمان بالسمع عم تسمع كمان كل كلمه هو بعدين احنا بنفهم عليه اكثر من كل العالم، لان هو مش معنا من وقت كنا صغار. نعم، يعني مثل مسابة ابونا هو، وان شاء الله بمسابة ابونا. طيب كابتن حسين، انت كنت بمؤتمر هلا لنادي الجيش، يعني مؤتمر ضخم لنادي الجيش، وهو مثل ما حكينا وبكل فخر واجهة الرياضة السورية بكل الألعاب، يعني في مجال كان ينطرح أكثر من فكرة، يعني هلا هاي الفكرة تحديدا اللي حكينا فيها من توقع من أكثر من سنتين ونحن بنحكي فيها، أنه كان فيك طرحت موضوع أنه ليش ما أنت بتطلع دائما مع لاعبينك وخاصة بيكونوا عم يمثلونا باستحقاقات خارجية ضخمة جدا، بطولة آسيا، بطولة عرب، بطولة عالم مثلا، يعني ليش ما نطرح هذا الموضوع؟ تم طرحه ولا لا؟ أو شيء تم طرحه سيادة اللواء الله يخلينا اياه يعني، ونخلي صارت الرياضه كلها مو بس الملاكمه يعني. هلا هو سياده اللواء من خلال اكثر من لقاء معه كثير بيشجع الالعاب الفرديه بصراحه، يعني هيك لاحظت هو يعني. هو لانه لاعب كمان لاعب جري، هو لاعب العاب قوى يعني. كان بطل سياده اللواء، بطل العاب القوى جري. لا سياده اللواء فهم الوضع وتفهمه صح يعني، وما كان واصل له كل الاخبار، كان عندنا اتحاد اول شيء غير هلا الاتحاد عندنا فهمان كل شيء يعني صار. وصار يعني مو بس كمان سياده اللواء معاونه والاستاذ ابراهيم والشباب كلها فهمان صار الوضع يعني. وبالتالي متوقع الامور تكون لاحقا افضل يعني حسب انت انطباعك، انت جاي اليوم من الشام يعني. هلا في شغله بالمؤتمر، رحنا يعني نادي الجيش ما قصر معنا بشيء، مدونا بكل شيء يعني. نحن مدونا بكل شيء واعطونا كل شيء يعني نادي الجيش، واعطوا لعيبتنا، وحتى زاد يعني سياده العميد ياسر وسياده العقيد وائل علي هو مشرف اللابي يعني، والعميد احمد صالح شغله يعني. صار في شغل يعني منيح يعني، يعني حتى رحنا نادي الجيش عم يعطي برا، صار عم يعطي انديه ثانيه. طيب طرحتوا شيء موضوع الحلبات اللي كنتوا موعودين فيها؟ هذا الموضوع كمان حكينا فيه اكثر من مره. يلا لا هذيك المره يعني بالمؤتمر طرحته ولا ما طرحته؟ طرحنا بس سياده اللواء بدنا ناخذ حلقه ان شاء الله يعني، وعدنا بحلقه ان شاء الله بهالروحه هي ما عدتوا فيها ان شاء الله. وعدنا رحنا، بس احنا هلا انه رحنا ما عندنا مركز ضخم وحلقه ملاكمه حق بلاوي يعني، تنحط الشمس وعوب المطر حرام كمان يعني. هلا الصاله اللي عندكم بعين شقيق هلا في عم تصير صاله، رحنا بجوز نستخدم مدارس يعني. مدارس في ابو واسع واسع جدا وعالي كمان يعني، بامكاننا نحط فيها يعني. نعم، طيب هلا موضوع الغذاء اللي حكى قبل شوي انه احمد رفعت الوزن، وحتى كمان ممكن يكون مضر قبل ساعه او ساعتين، موضوع الغذاء كابتن حسين شو اهميه الموضوع الغذاء بشكل دائم؟ يعني لاعب ملاكمه اثنين ما شاء الله مشاريع ابطال ملاكمه، وانت تتولى هذا الموضوع، يعني هو الموضوع الغذاء بده يكون موضوع بسيناريو الحياه الكامل، ولا انت قبل البطوله بشهر او شهرين بتركز موضوع الغذاء؟ لا لازم دائما، اللاعب لاعب الالعاب القوه لازم له بروتين، لازم له سكريات، لازم له كربوهيدرات، هي السكريات نفسها لازم له فيتامينات، لازم له كل شيء يعني. يعني لاعب الرياضه اذا ما اكل، هلا عملنا هذيك المره عم يعطوا اللاعبه شو اسمه شغلات مهدرجه وشغلات ما تسوى يعني، يعني عم يطلع اللاعب خطا
يعني كل الشغلات خطأ للاعب يعني عندك الغذاء الطبيعي لازم يكون هو الأساس عنده يعني يعني لا بيجي لك لاعب والله ما باكل غير ديربي ما باكل غير هاي. هذا الحكي ما صح ما بيشرب حليب ما بيكمل هذا اللاعب لا طبعا اللاعب لازم يشرب حليب ولا مشتقاته لازم ياكل البيض لازم ياكل اللحمة بروتين لازم ياكل سكريات لازم ياكل كل شيء يا اما هذا بي 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 بيرجع عكسي عليه يعني بيرجع وخاصة اللاعب اللي بنسميه حدث رحنا تذكر انه الحدث ممنوع تشغيله كان اذا بده يشتغل الحدث وما في اكل معناته مش اكل عليه ما بقى في نمو نرجع طريقة النمو بيأثر عليه سلبا. طيب برأيك كمان بالإضافة لموضوع الغذاء يعني كمان موضوع أنه أنت مقيم بعين شرقية بريف يعني كمان الجو بشكل عام جو طبيعي جميل طبعاً. هواء نظيف طبعاً. كمان قديش عم يساهم الموضوع هذا بأنه على ما شاء الله أنت ملفت للنظر بصراحة يعني مثل ما يقولوا دقوا على الخشب يعني أنه كل عام في أكثر من بطل يعني هالموضوع عم يساهم الإقامة بهذيك المنطقة بالهواء النظيف توسع رئتين وبالتالي عندك ملاكم لا ينافس يعني طبعا لو اللاعب اللي قاعد بجبل غير قاعد بمدينه مدينه تلوث يعني فيها من السيارات فيها تلوث من شغلات ثانيه ما اللي قاعد بجبل عم ياخذ هواء اكسجين نقي عم يدخل على الرئتين عم يساعد على الدم يعني هلا اللاعب بامكانه يركض مثلا 15 20 كيلومتر عادي عادي عنده انا بعرف لعيبتي بركضوا بجبال عادي يعني بيطلعوا بديان وبينزلوا بهي شغلات يعني الله نعم علينا بشغلة منيحة يعني الحمد لله رب العالمين. طيب المستويات بالمشاركة الأخيرة كانت متقاربة نوعا ما كابتن يعني عندنا عدد كبير من الملاكمين وكلهم ما شاء الله بهالأعمار يعني فممكن تكون المستوى متقارب هون بالمستوى المتقارب بيجي دور المدرب وحنكة المدرب إنه لاعبك يقمص النقطة أو ما يقمص يعني هو المدرب إذا وجهه للاعب وما توجه هون مشكلة بنرد نحكيها نرجع نحكيها نعم. بس أنا إذا وجهته ونفذ صح لعيبتي كانوا مميزين اكيد اللاعبين عندي انا مثلا لعيب اللي جابوا ذهب وحتى اللي جابوا فضه كانوا مميزين يعني بلعبتهم وكان الجمهور يتمنى يشوف اللعبه بس نعم في شيء جميل صغير عمره صغير وعم بيعطي اداء ملاكم عم يعطي صوره عم يعطي فن مزبوط صح ما عم يعطي بس واحد نايم شارع عم بيضربوا ببعض نعم لا نعم في لعبه في حلم في شغله بالضبط. طيب شو بالناشئين بالأعمار الصغيرة شو أميز دول العالم بالملاكمة كابتن بالأعمار الصغيرة؟ هلا رحنا هلا كوبا بلشت كان نعم. كازاخستان كوبا روسيا كوبا روسيا كوبا يعني بالأعمار الصغيرة كوبا طبعا الكوبيين أبطال العالم يعني من زمان بس مرت فترة في عندهم خمس ملاكمين طلعوا برات كوبا احترفوا ما بقى في ملاكم اللي هو اجت سيطرة كازاخستان بعدين روسيا هلا رجعت كوبا هلا رجعت كوبا أصلا طيب الأوائل بالناشئين نفسهم أوائل بالكبار ما ضروري ما ضروري ما ضروري لا بس هونيك عنده أنه يعني اللاعب لما بيعملوا له مشروع بطل من زوره مثلا عملوا له مشروع بطل بيأمنوا له كل شيء نعم بيأمنوا له كل شيء سفر احتكاكات حتى مدارس حتى موضوع الغذاء يعني حتى موضوع الغذاء موضوع معقد نوعا ما يعني كمان موضوع الغذاء السليم اللي كنا عم نحكي فيه قبل شوي مكلف يعني كمان هلا موضوع شوف بيساعدكم بالحالي هلا ولا احنا مو مقصرين معنا هلا بيعملوا هلا معسكر للناشئين هلا نعم سياده اللواء قرر عمل معسكر للناشئين لان عندهم بطوله ساخه وبطوله العالم للشباب لان هذول صاروا شباب ما بقى ناشئين بس عندي لاعب اسمه شاب هو ناشئين اخوه لمضار نعم قرروا يستدعوا اللاعب التمام يعني مميزين ليلعبوا في تجارب قبل نعم وان شاء الله بيجي ايمت ساخه كابتن مشاركة. والله ممكن بالشهر يا السادس يا السابع لا ولا الثالث مشاركه قريبه اذا بالثالث مشاركه قريبه فعلا يعني في بطوله جمهوريه ناشئين بعدين تجارب بعدين على ساخه بعدين على ساخه يعني فينا نقول ان شاء الله تم انتقاء الاحسن يعني لاجل المشاركه في ساخه هلا ممكن يدعوهم ابطال جمهوريه بالاول ابطال جمهوريه بس المميزين مو ابطال جمهوريه بتوحد نجحان بالمساعده ابطال جمهوريه بامتياز بالضبط يعني يعني لا ممكن انا بالشباب لعيبتي يطلعوا على الشباب يجيبوا نتائج ان شاء الله ان شاء الله خاصه المميزين انا عندي لعيبه الخمسه مميزين بالناشئين ان شاء الله بيكونوا ابطال العالم ان شاء الله بنهايه لقائنا نحن بنشكرك جدا الكابتن حسين غصون مدرب منتخب سوريا ملاكم فريق الجيش وما شاء الله انت فعلا منجم ذهب يعني كل فتره عندك ابطال جمهوريه وخارج جمهوريه نحن بنشكركم ونرد بنشكر الاذاعه وبنشكر العاملين بالاذاعه اهلا وسهلا فيك كابتن حسين اهلا وسهلا شرفتوا شكرا كابتن احمد ان شاء الله هيك بنشوفك على منصه التتويج شكرا لكم كثير وقبل ما ننهي الاختتام بهدي الفوز لاهلي ولمدرب حسين غصون وللعقيد مالك اللي اهتم فينا اول ما وصلنا والعميد ياسر شاهين اهلا وسهلا كابتن مضار احنا بنشكرك وبنتمنى لك هيك التوفيق ان شاء الله بالاستحقاقات القادمه وكمان انا بهدي الفوز لسياده الرئيس بشار حافظ الاسد ولسيدنا
مدربنا حسين غصون ولأهلي كمان لأن هن حببوني بهاللعبة وبابا أكثر شيء. شكرا جزيلا. أما الشكر الأكبر فهو لكم مشاهدينا الأعزاء. نلتقيكم يوم الأحد القادم إن شاء الله مع حلقة جديدة.